هذه قصة تحديات لا تصدق، وأعمال رائدة وإنجازات تقنية. قصة مليئة بالارتفاعات المذهلة والهبوط الشديد. لم تعد الشركة الجوية موجودة، ولكن مكانتها حية ومزدهرة. طارت فرقة البيتلز على متن بان آم، وكذلك فعل جميع الشخصيات المهمة. جميع العاملين هناك فخورون بأنهم جزء من بان آم. كانت لدينا فرص رائعة، كنا نسمي بان آم بساطنا الطائرة حول العالم. حول العالم كان أسطول بان آم يمثل نمط الحياة الأمريكي، وفعل ذلك لعقود. كان العمل في بان آم مهماً، أصبحت جزءاً من ذلك التاريخ العظيم. بان آم كانت أشهر شركة طيران في العالم، ارتفعت كثيراً وتحطمت بشدة. بورت واشنطن، خليج لونغ آيلاند، على أطراف نيويورك، على بعد 40 كيلومتراً من تايمز سكوير. يعيش المراسلون وفرق الأخبار حلماً كبيراً يصبح حقيقة. أول طائرة ركاب تغادر اليوم المحيط الأطلسي، شركة الطيران بان أمريكان. مؤسس بان آم العبقري هو خوان تريب، رجل أعمال صاحب رؤية وقاس ويحب المغامرة. أراه مغامراً هائلاً، فقد غامر بكل شيء من أجل مشاريعه. يدخل بقوته، الطائرة العملاقة تقلع في الموعد المحدد. خوان تريب نفسه موجود في أوروبا على متن الطائرة البحرية، زوجته بيتي تريب متحمسة جداً. تم توجيه مقدمة الطائرة العملاقة نحو الرياح، ومع زئير 4 محركات بقوة 1500 حصان، وفي طريقنا إلى أوروبا عددت 49 ثانية قبل الإقلاع. بان آم تترك بصمتها على جيل بأكمله، والأهم تتطور إلى رمز لأمريكا. فوق برلين لا تزال هناك آثار لمجدها السابق. تم بناء صالة بان آم في عام 1966، وهي اليوم مكان حصري للحفلات. هنا يختلط المشاهير من عالم صناعة الترفيه والاقتصاد والسياسة، وأحياناً أعضاء طاقم بان آم. نحن مرتبطون بشبكة الطيارين والمضيفات السابقين في شركة بان آم. هناك لقاءات كل عام في مواقع مختلفة حول العالم، حيث نسافر معاً ونناقش موضوعات تخص بان آم. هناك مواضيع كثيرة يناقشها الناس، على سبيل المثال القفازات التي ترتدى في نصف الكرة الشمالي بين عيد القديس باتريك وعيد العمال. يستمتع قباطنة بان آم السابقون والمشرفون ومضيفو الطيران برحلة العودة في الزمن. يعودون إلى شبابهم، يمكنك رؤية شرارة صغيرة في عيونهم، وتحصل على انطباع أنهم مبتهجون. حتى بعد 3 سنوات من انحدارها، يبدو أن الشركة الجوية مزدهرة. بان آم، الطيران حول العالم، تطير إلى أكثر من 120 مكاناً مختلفاً في 6 قارات، وترسل رحلتين ذهاباً وإياباً حول العالم كل يوم. تقدم بان آم لك العديد من الخدمات في جميع أنواع الرحلات، العمل أو الترفيه، بمفردك أو مع عائلتك. ستجد بان آم حيثما حللت.
بدأت قصة بان آم في أقصى جنوب الولايات المتحدة في جزيرة كي ويست في منطقة البحر الكاريبي. إنه العصر الرائد للطيران من الميناء الصغير. بحلول ذلك الوقت كان خوان تريب ينشط في توزيع البريد الجوي إلى جانب عدد من الأشخاص. تقدم بطلب للحصول على عقد من مكتب البريد الأمريكي لتوصيل البريد إلى كوبا. رغم أن الرحلة قصيرة والطائرة معارة، لكنها الرحلة الأولى لخطوط بان أمريكان الجوية. حصلت بان آم على إحدى تراخيص البريد الجوي التي تمنحها الولايات المتحدة. واشنطن تدفع دولارين لكل كيلومتر ونصف، مما يساعد في تمويل شراء طائرات أكبر. لا يمكنك أن تنشئ شركة طيران وتنجح ما لم تحصل على عقد بريد جوي من الحكومة الفيدرالية. كثيرون حاولوا لكنهم فشلوا لأن التكاليف باهظة إلى درجة أن جميع شركات الطيران الخاصة توقفت عن العمل. حين كان طالباً كون خوان تريب العديد من الصداقات. العديد من الطلاب في جامعة ييل ينتمون إلى عائلات غنية جداً، معظمهم مولعون بالطيران. كان خوان تريب بلا شك عضواً في نادي ييل للطيران. وبالنسبة إليه كان الطيران أكثر من هواية. جمع رأس المال الأولية من أصدقائه القدامى من الجامعة لتأسيس شركة بان آم في عام 1925. التقى خوان تريب مع بيتي ستاتينيوس، هي من عائلة ثرية. كان حباً من النظرة الأولى. كان هادئاً ولكنه ديناميكي، وكانت أحاديثه مثيرة للاهتمام، وكانت عيناه تتلألأان، وكان لديه روح دعابة رائعة. كانت شخصية يمكنها مساعدته، تنظيمه، تقديم النصح له، وكان يأخذ مشورتها على محمل الجد، وكثيراً ما كان يتقيد بها. زوج مثالي. كانت لديها القدرة على تذكر أسماء الأشخاص وتذكر تفاصيل الحوارات وفهم ما يدور في ذهنه، وأن تكون مستشاراً له لمساعدته في تجاوز الظروف الصعبة في كثير من الأحيان. تحول شهر العسل الأوروبي إلى رحلة عمل. يزور خوان وبيتي المطارات ويلتقون بشركاء الأعمال. عادة ما يكون خوان تريب لطيفاً ومتحفظاً، لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل يتحول إلى دور المتحدث الساحر. كان المجتمع في العشرينيات لا يكتفي من الطيران. حين حطت تشارلز ليندبرغ في باريس بعد رحلة فردية دامت 33 ساعة، احتفى الناس بهذا الإنجاز. أحاطت ضجة إعلامية بالطيار الذي سجل رقماً قياسياً. كان ليندبرغ بطل الطيران الأعظم، ولذلك كان الجميع مهتمين بالحصول على تأييده، لكنه لم يكن يمنح تأييده لأي منتج ما لم يستخدمه ويوافق عليه. يفوز خوان تريب على ليندبرغ بلقب المستشار، مزيج رائع من الخبرة والعلاقات العامة. ينطلقون في رحلة استطلاع شاملة عبر البحر الكاريبي. تنضم إليهما زوجتاهما الشابتان. هافانا، سانتو دومينغو، مكسيكو. بفضل شهرة ليندبرغ تلتقيهم حشود في كل مكان يذهبون إليه، وتسير المفاوضات مع السلطات المحلية بشأن حقوق الدولة بسلاسة. وصل عقد مكتب البريد للطرق إلى واشنطن. تريد الحكومة أن تضع قدمها لما كان يعد فناء البلد الأمامي. في أمريكا اللاتينية كانت هناك مصالح ألمانية وفرنسية، والولايات المتحدة تعد أمريكا اللاتينية امتداداً لأراضيها،
وكانت حكومة الولايات المتحدة مهتمة بحماية مصالحها هناك، لذا ساعدت على ترويج لبان آم. ميامي، بوابة الكاريبي، تتطور إلى أهم موقع لبان آم. الأشخاص الذين يتحملون التكاليف هنا لديهم دخل وفير. تذاكر بان آم للرحلات إلى الكاريبي تعرض في القطارات التي تعبر بمحاذاة الساحل الأطلسي باتجاه فلوريدا. في جنوب المدينة على الساحل شيد خوان محطة رائعة. تشغل بلدية ميامي جوهرة الفن الزخرفي هذه. في ثلاثينيات القرن الماضي كان المبنى فائق الحداثة مقصداً سياحياً. الجميع يرغب في رؤية قوارب الهواء الفضية المتلألئة. كانت هذه الطائرات البحرية هي الخيار الآمن الوحيد لعبور الأطلسي جواً. المرأة التي تسير إلى جانب خوان تريب هي السيدة الأولى لو هنري هوفر، التي دشنت أول قارب هوائي من سلسلة الطائرات عام 1932، السيدة الأولى في خدمة بان آم. حولت تريب حيلة العلاقات العامة إلى تقليد يستمر لعقود من الزمن. بدأ خوان في المطالبة بطائرات أكبر من الشركات المصنعة، وبدأ أيضاً يكسب ثقة أكبر في تعاملاته مع الحكومة في واشنطن. كان يرى شركة بان آم على أنها شركة طيران وطنية. كان يجيد تطوير العلاقات، وكان صهره إد ستيتينيوس وزير الخارجية في حكومة روزفلت. يطير خوان تريب إلى واشنطن بانتظام في طائرته الخاصة. يقبع مفتاح مستقبل أعماله في مقر السلطة. كانت حاشية الرئيس هوفر مقتنعة بوجود شركة طيران واحدة تشغل الرحلات الجوية، ويطمع تريب باحتكار ذلك لبان آم. واستمرت بان آم بتوسيع نطاق رحلاتها: البحر الكاريبي، أمريكا الوسطى، أمريكا الجنوبية. في 3 سنوات نجح خوان بتحويل بان آم إلى أكبر شركة طيران دولية في العالم. يرجع سر تفوقه إلى التنظيم والمعايرة. رحلة إلى بورتوريكو، إلى كوبا، لا مشكلة. أصبحت الرحلات الجوية خدمة موثوقة شيئاً فشيئاً. كل يوم تمر بجوار تمثال الحرية مئات السفن، وترسو على الأرصفة سفن الركاب التي تعبر المحيط من أمريكا إلى أوروبا وبالعكس. إنها وسيلة النقل الأكثر ربحية في العالم. انتقل مقر خطوط بان آم الجوية إلى مبنى كرايسلر في مدينة نيويورك. كان ثاني أطول مبنى في العالم آنذاك. كان تريب يحب الوقوف أمام مجسم الكرة الأرضية حالماً بعبور المحيط الأطلسي. كان الحلم هو عبور الأطلسي، ولا سيما خدمة نقل الركاب. منذ اختراع الطائرات كان شأن هذه التكنولوجيا أن تجمع بين أمريكا الشمالية وأوروبا، فقد كان بالإمكان السفر بين مدينتين كبيرتين في 33 ساعة ونصف الساعة. للتعامل مع المسارات الأطول أمر تريب بإنتاج طائرات أكبر وأقوى. بحث عن مطارات هبوط في منتصف الطريق في نيوفاوندلاند وجزر الآزور. طور أنظمة الراديو، فمن دون الملاحة اللاسلكية ستته فوق البحر. هيا لنبدأ. وشرع يفاوض بشأن حقوق الدول مع البريطانيين والفرنسيين، لكنهما أصرا على الاعتبارات المتبادلة. وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. غير خوان رأيه، إذا تعذر عليه عبور المحيط الأطلسي فسيعبر المحيط الهادئ.
فكرة عبور المحيط الهادئ عام 1935 بعيدة المنال ولا يمكن تحقيقها أو تخيلها أبداً. لن يعير سمعه لمن يخالفه الرأي. إذا قلت له لا يمكن فعلها فلن يصغي إليك، وقرر أنه سيعبر المحيط الهادئ قبل أن يعرف عدد الجزر الموجودة هناك. كان يعرف جزر هاواي وكان يمكنه الوصول إليها، لكن ماذا بعد؟ كان يذهب إلى المكتبة العامة بحثاً عن الخرائط ويبحث عن نقاط على الخريطة، فوجد جزيرة ويك وجزر ميدوي التي كانت مجهولة. وسط المحيط الهادئ بقع صغيرة غير مأهولة تقع تحت السيطرة الأمريكية. كان عليهم جلب كل شيء، وكان عليهم فتح قناة من أجل الوصول إلى الجزيرة. كان عليهم استئجار سفينة مع كل ما يلزم لبناء المباني وجميع الأشياء التي تجعلها مريحة للركاب أثناء توقفهم. في وقت قصير شيدت الفنادق ومحطات الوقود على الجزيرة، لكن ما زال كل ذلك مغامرة خطيرة. لم يسبق لأحد أن نقل الركاب آلاف الكيلومترات عبر المحيط اللامتناهي. حققت الرحلة الافتتاحية من سان فرانسيسكو إلى مانيلا نجاحاً هائلاً. منحت واشنطن عقد مكتب البريد لتريب. يحظى المحيط الهادئ بأهمية استراتيجية خاصة، وتخشى الولايات المتحدة هيمنة اليابان. الجزء الأول هو الأطول، 4000 كيلومتر فوق المحيط. خوان تريب نفسه على متن الطائرة، تنتظره زوجته في هاواي التي سبقته على متن سفينة. ها هو، مرحباً. كانت أشبه برحلة عائلية، سياسيون وأصدقاء أثرياء لتريب وناشرون. يعرف خوان مدى قوة العلاقات العامة. بعد قضاء الليل في هونولولو تستمر الرحلة من هاواي باتجاه الغرب. الوجهة هي جزر ميداي وجزيرة ويك، وهي جزر صغيرة وسط المحيط الهادئ. المشكلة الوحيدة، هل يمكن للطيار العثور عليها؟ كيف يمكن العثور على جزيرة ويك في وسط المحيط الهادئ؟ لا يكفي أن تقول إنك ستحلق على زاوية 49 أو 69 على سبيل المثال لتجد نفسك تحط على جزيرة ويك، فإذا ابتعدت عنها مسافة 17 كيلومتراً تقريباً ستهبط بعدها على الماء، وستفقد الطائرة والحمولة وجميع الركاب على متنها. كان العثور على جزيرة ويك بمثابة معجزة، إذ لا يتجاوز طولها مئات الأمتار. كان من الصادم رؤية مدى صغر حجمها. بعد الهبوط بأمان، يرسو القارب الطائر بجوار الرصيف المبني حديثاً. لم يدخر تريب أي وسيلة لإراحة ضيوفه. في بان آم كان يتصرف كملك على الرغم من أنه موظف. كان الحر شديداً إلى درجة تصيبك بصداع، لكن الفندق كان يحتوي على شرفة باردة حيث جلسنا وشربنا المرطبات. وفي وقت لاحق من بعد الظهر حين خف الحر ذهبنا للصيد. كانت المياه صافية بما يتيح رؤية الأسماك تسبح على عمق يزيد عن مترين وتقدم الطعم. كان لا يزال هناك 5000 كيلومتر يتعين قطعها، وكان هناك محطة وقوف واحدة قبل التوجه نحو الفلبين. يستقبل ميناء مانيلا الرحلة بحفاوة،
عشرات الآلاف يخرجون لرؤية الطائرة البحرية الفضية. أنت الآن جاهز للمشاركة في مغامرة سفر مع بان أمريكان. روجت بان آم لنفسها على أنها أفضل شركة طيران في العالم. وجهات سياحية غير مألوفة، راحة لا تصدق. بعدها بعقود أصبحت بان آم رمزاً لتقريب المسافات، وكانت تسير رحلات إلى أكثر من 180 وجهة حول العالم. كانت بان آم نفسها وجهة جذابة للنساء الشابات. في منتصف الستينيات تقدمت شابة تدعى إيديل ترود ميلر بطلب لتصبح مضيفة طيران. كان التركيز الأساسي في مقابلتها على المهارات اللغوية، لم تكن نقطة التركيز الوحيدة. طلبوا مني أن أتجول جيئة وذهابا، شعرت وكأنني عارضة أزياء. كان هناك سبب وجيه وراء ذلك، فقد أرادت بان آم توظيف النساء الأكثر جاذبية وحسنات المعشر والمغريات وما إلى ذلك. أخذ كل ذلك في الاعتبار، لكنني لا أعرف إذا ما كنت من تلك النخبة. أثارت إيديل ترود الإعجاب. الذين يعملون في بان آم يمكنهم المشاركة في حياة الأغنياء والمشاهير. نيويورك، ريو، طوكيو، بالنسبة للمضيفات كانت أهم الوجهات العالمية وأكثرها جذباً. كنت قد تخرجت قبل مدة قصيرة من الجامعة ورأيت إعلاناً في المجلة يقول تعالوا لتجوبوا العالم، لذا تقدمت وأجريت مقابلات مع العديد من شركات الطيران. بالنسبة إلي لم تكن هناك سوى شركة طيران واحدة وهي بان آم، وأرسلوني للتدريب في هونولولو إذ سافرت من نيويورك على متن خطوط بان آم. بدأ سباق عبور الأطلسي يكتسب زخماً. من سيقل الركاب عبر المحيط الأطلسي من نيويورك إلى أوروبا؟ من يمتلك التكنولوجيا؟ كيف يتزودون بالوقود؟ جرب الألمان طريقة مجنقة الطائرات على السفن، والتي من شأنها أن توفر الوقود في المحيط الأطلسي. من يمنح تلك الحقوق ولمن؟ لا تزال إنجلترا وفرنسا أيضاً في السباق، لكن بان آم تتفوق. تريب لم يعد يرغب في الانتظار. في يونيو 1939 تجري بان آم أول رحلة لها إلى أوروبا. يرغب الشركاء البريطانيون في الإقلاع في الوقت نفسه، لكن طائراتهم ليست جاهزة، وتريب لم ينتظر. لكن طائرتهم الجديدة بوينغ كليبر توفر رفاهية لم يسبق لها مثيل، حيث يجد 74 راكباً راحتهم بخدمات من فئة الأربع نجوم، بما في ذلك وجبة من 5 أطباق. بيتي منتشية. كانت هناك كراسي مريحة أمام 3 طاولات، كل منها يتسع لأربعة أشخاص، وجهزت مقصورتان كمضاجع، بالإضافة إلى غرفة فاخرة في المؤخرة. وكان هناك غرف تبديل ملابس منفصلة للسيدات وللرجال، وكانت متسعة ليستخدمها أشخاص عدة في الوقت نفسه. ولكن بوينغ كليبر لا يمكنها إتمام الرحلة دون التوقف للتزود بالوقود. تهبط الطائرة البحرية في ميناء هورتا في جزر الآزور للتزود بالوقود. المحطة التالية لشبونة. يمكنك تغيير الطائرة والتوجه إلى باريس. رأينا لشبونة في الساعة 6:15 بالتوقيت المحلي، بالضبط بعد 24 ساعة من مغادرة بورت واشنطن، ما كان كولومبوس ليشعر بالحماس الذي شعرنا به عند رؤية الأرض. نجحت الرحلة، لكن تكاليف التشغيل تجاوزت الإيرادات المحققة. كان خط الأطلسي كارثياً من الناحية المالية. ارتكب خوان خطأً في التقدير، بينما كان داعموه الماليون في مجلس الإدارة أصدقاء قدامى، إلا أنهم لم يعودوا يثقون في تلك الرؤية. مجلس الإدارة طرده ووضع في غرفة في نهاية الردهة، وفي نهاية المطاف جلس في ذلك المكتب الصغير في نهاية الردهة ولم يتحدث إلى أي أحد. وعندها أدرك مجلس الإدارة أن لا أحد يعرف كيف تسير الأمور، وأن لا أحد يستطيع إدارة هذا المكان باستثناء تريب.
خوان تريب أو لا أحد، لذا أعادوه إلى المكتب الكبير. لم يتفوه بكلمة واحدة، يتصرف بهذه الطريقة مع العائلة أيضاً. كان خوان أباً محباً، لكنه يمكن أن يكون عديم الرحمة. إذا لم يحصل على ما يريد بطريقته الخاصة، كانت لديه هذه العادة المزعجة باللجوء إلى الصمت. أتذكر أن أحد إخوتي أراد الحصول على رخصة طيران، لكن لم ترق له الفكرة والتزم الصمت. وفي نهاية المطاف، لأنني كنت الأصغر سناً، دائماً ما كان يبدو أنني أنا من يذهب لاسترضائه. ها أنا أبي، لقد تخلينا عن تلك الفكرة. نحن آسفون. كانت ظروف رحلة عبور المحيط الأطلسي غير قابلة للتنبؤ. كانت الطائرات البحرية تبقى متوقفة قبالة سواحل جزر الآزور، لأن البحر هائج ولا يمكن الإقلاع منه. في سبتمبر من عام 1939 اندلعت حرب في أوروبا، وعام 1940 دشنت مدينة نيويورك محطة جديدة لبان آم كليبر. التصميم الداخلي مذهل ببساطة. تزين الجدار لوحة فنية بارتفاع 4 أمتار وطول 65 متراً، تصور التقدم في مجال الطيران وفي طليعته بان آم. بالعودة إلى واشنطن، كانت الشكوك تتزايد بشأن احتكار بان آم للطرق الدولية. شيء واحد لم يكن يحبه خوان تريب هو المنافسة، لأنه كان يعتقد أن الحكومة قد دعمت بان آم لسنوات عديدة، حتى أصبحت شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي تشغل رحلات إلى الخارج. لكن الرئيس روزفلت كان يفكر بشكل مختلف. روزفلت ليس معجباً جداً بخوان تريب، لأنه كان مهتماً بفتح الخطوط الجوية الخارجية أمام شركات طيران أخرى بالإضافة إلى بان آم. السابع من ديسمبر 1941، اليابان تقصف القاعدة العسكرية الأمريكية في هاواي وتجر الولايات المتحدة إلى الحرب. مرة أخرى تظهر أهمية بان آم. تحولت مطارات بان آم في جميع أنحاء العالم إلى قواعد عسكرية. بان آم هي الشركة الوحيدة التي تمتلك خبرة في رحلات المسافات الطويلة عبر الأطلسي. يعمل فريق الملاحين بتدريب القوات الجوية، وهذا ليس كل شيء. في مواقعهم الرئيسية تتخذ الطائرات الفضية لوناً باهتاً لتتماشى مع الليل والسحب. الآن تعمل الطائرات على توصيل تعزيزات للجيش الأمريكي. بناءً على سلطة الحكومة الأمريكية، تبدأ بان آم في إقامة مطارات في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مشاريع بناء في أماكن نائية. أينما ذهبت قوات التحالف ولا سيما القوات الأمريكية، دعمتهم بان آم بطائراتها وببناء مدارج خرسانية لأهميتها في إرسال الطائرات البرية إلى مسافات بعيدة. الطائرات البرية أعلى كفاءة من الطائرات البحرية التي كانت بان آم تعتمد عليها قبل الحرب. أصبح خوان تريب لا غنى عنه. استثمر في مستقبل بان آم مع بقاء المطارات في مكانها بعد انتهاء الحرب. أصبح مجبراً على التنازل عن شيء واحد. لن تبقى بان آم شركة الطيران الوحيدة التي تسير رحلات دولية نيابة عن الجيش الأمريكي. نهاية الحرب تعني نهاية احتكار شركة بان أمريكان للطرق الدولية. الطائرة 121 ستنطلق بعد دقيقة. علم بإمكان الطائرة 121 الطيران بأمان. مطار تيمبل هوف هو مسرح أكبر العمليات الجوية في التاريخ. تعمل القوات الغربية على توصيل الإمدادات جواً إلى برلين الغربية بعد قطع السوفيت لخطوط الإمداد. شكلت بان آم أساس سلسلة اللوجستيات.
نجحت بان آم بفضل الدور الذي لعبته في جذب أهل برلين. ولا عصر الطائرات البحرية. الطائرات الآن لها مقصورات مضغوطة، وهذا يعني أن الطائرة يمكنها التحليق عالياً فوق السحاب، وأصبحت الرحلات الجوية أكثر هدوءاً وراحة. يبدو أن مدارج الطائرات التي بناها خوان تريب للحكومة الأمريكية بدافع الإيثار أصبحت الآن توفر لبان آم شبكة طرق ممتدة حول العالم. بعد الحرب حقيقة أنهم يمتلكون عدداً كبيراً من المدارج الخرسانية جعلت الطائرات البحرية أمراً بالياً بين ليلة وضحاها، كما أنها أعطت مصالح شركات الطيران الأمريكية ميزة على بقية العالم. خوان تريب لا يهدأ، إذ يسافر باستمرار حول العالم بحثاً عن مزيداً من الركاب والوجهات. بحلول عام 1949 يمكنك السفر حول العالم مع بان آم. تدعو شركة الطيران مراسلاً إذاعياً ألمانياً للمشاركة في رحلة مدتها 10 أيام حول العالم. تركز بان آم قصص السفر الشاعرية في برنامج مدته 3 ساعات، مقابلة مع النجوم. تنقلت منذ الساعة 11:44 صباحاً يوم الأربعاء 7 مارس، والآن بدأ العالم للتو. أخبرني مجدداً عن أي عالم يتحدث الجميع. الأربعاء في 5:05 مساءً، رحلة عبور إلى القاهرة ومكة وبغداد. في كالكتا الخميس 8:15 مساءً، رحلة عبور إلى كولومبو ومانديلاي. في هونغ كونغ الجمعة 11:10 صباحاً، هذا هو العالم. لا، إنه مجرد خط سير الرحلة الموجود في الجيب الأيسر لمعطف مسافرتنا. الطائرات لديها نوعها الخاص من الرومانسية الخيالية، كما فعلت مع الشاب جون لوتيتش من نيويورك. ما زلت أتذكر الشعور بالطيران على متن طائرة ذات مراوح ب4 محركات، خاصة رحلتي الأولى إلى أوروبا. وما زلت أتذكر الاهتزازات التي لا تتوقف، وأتذكر عند السفر ليلاً مشاهدة لهيب أزرق يخرج من المحركات طوال الليل. أطلق البريطانيون أول طائرة ركاب تجارية نفاثة في مطلع 50 القرن 20، وبعد سلسلة من الحوادث سحبت الطائرة من الخدمة. لكن خوان تريب يعلم أن المستقبل للطائرات النفاثة. كالعادة يطالب خوان بأن يتجاوز مصنعو الطائرات حدود الإمكان. ذهب إلى دوغلاس. كان دوغلاس يبني طائرة نفاثة يمكنها الطيران لمدة 2 أو 3 ساعات. ذهب إلى شركة بوينغ، لم يكن لديهم واحدة. كان لديهم بعض التصاميم العسكرية في السجلات، لكن لم تكن لديهم طائرة حقيقية، وبدأ التفاوض بين الطرفين. لم يخبر أحدهما الآخر بما كان يفعل. في عام 1958 جاء الانفراج. غيرت بان آم اللعبة تماماً مع طائرة بوينغ 707 من نيويورك إلى لندن في 8 ساعات من دون أي توقف في الطريق. كما كان منذ عقود، خوان وبيتي تريب دائماً ما كانا في حركة نشاط دائم. عمليات تفتيش وحفلات استقبال ومفاوضات حتى في موسكو. جاءت توجيهات لطيارنا من برج المراقبة في مطار موسكو للتقدم نحو المطار على مسار محدد حتى لا نحلق فوق منطقة سرية معينة. كانت الحركة المرورية ضعيفة في الشوارع، وكان سائقنا يتحدث القليل من الإنجليزية. عندما سئل عن حياته، وضع أصابعه على عجل على شفتيه. أقمنا في فندق متروبول، وكان إخوان متأكداً من أن غرفتنا مراقبة، فتحدثنا بأصوات هامسة أو بلغة الإشارة. يعرف تريب عالم التجسس جيداً، وحين كانت وكالة الاستخبارات المركزية تطلبه سرعان ما كان يستجيب،
ما ساعد على خلق مناخ مثمر في التعامل مع واشنطن. وكان بعض موظفي بان آم عملاء سريين، ما منح وكالة الاستخبارات المركزية الوصول إلى جميع طائرات بان آم ومحطاتها وأمتعة الركاب. وكانت كوادر مكاتب بان آم في الخارج بمثابة وفود أمريكية غير رسمية. كانت برلين الغربية معزولة تماماً خلال الحرب الباردة. في مطار تيمبلهوف يسمح فقط للخطوط الجوية الغربية بالهبوط. يعد الفرع الألماني لشركة الطيران بان أمريكان إحدى الشركات الثانوية الفرعية لتريب. حظيت الرحلات إلى برلين بالدعم، وأراد الغرب أن يبقى مرئياً. انتقلت شركة بان آم إلى مبنى جديد شاهق وراء كنيسة قيصر ويلهلم التذكارية في برلين، وأصبح لديها الآن مكتب في المدينة وشقق للموظفين واستراحة ضخمة لكبار الضيوف وأفراد الطواقم. أعيد حينها إحياء العصر الذهبي لبان آم بطريقة هزلية للغاية. مضيفات الطيران يرتدين نسخاً مطابقة لزي بان آم عام 1964. لم نعد نرتدي الزي الأصلي، إنها آثار مقدسة ولن تتخلى عنها المضيفات اللواتي يمتلكنها أبداً. ربما سيورثنها إلى بناتهن أو حفيداتهن. لدينا خياط خاص يحيك زياً رسمياً مخصصاً لكل مضيفة من مضيفاتنا. نحن نمثل ماضي شركة طيران بان أمريكان. نحن نعمل في استراحة بان أم، وبمجرد ارتداء هذا الزي تشعر بأنك عدت إلى الستينيات وتبدأ على الفور بالتحرك والتصرف والتحدث كما لو كنت كذلك. مقاسها مناسب تماماً. توصف مضيفات بان آم بأنهن ملكات الطيران، ويكمن وراء البريق والجمال الكثير من الانضباط والعمل الجاد. كان الأمر أشبه بالذهاب إلى الخدمة العسكرية، على الرغم من أنني لم أفعل ذلك. كانوا يحرصون على أنك تقدم أفضل ما لديك. كانت في مخيلتهم صورة محددة لما يجب أن تبدو عليه مضيفة طيران بان آم. الفتيات اللطيفات في الجوار أصبحن سفيرات للعلامة التجارية. كانت هناك صورة معينة مطلوبة أيضاً، كان عليهن أن يظهرن بمظهر محدد. ففي الستينيات كان الأمر يتعلق بالجاذبية وكيفية تقديم الذات، وكان التسويق آنذاك يدور أيضاً حول صورة المضيفة. أحب الجمهور ذلك، واستفادت هوليوود منه أيضاً. ففيلمات شاينا كليبر وكاتش مي إف يو كان والمسلسل التلفزيوني بان آم استفادت جميعها من الصورة الساحرة لشركة الطيران. التميز الفردي ممنوع. كانوا يحددون لنا أي لون أحمر شفاه يجب أن نضع. في ذلك الوقت كان اللون الأصفر البطيخي، وكان هناك لون طلاء أظافر إلزامي، ولون ظل العيون أزرق فاتح مثل لون الزي الرسمي. بدونا متشابهات. أزرق بلون السماء، هكذا كان لون بان آم باستثناء حقبة مطلع السبعينيات. هذا هو المعطف المطري الذي حصلنا عليه مع الزي الجديد باللونين الأزرق والذهبي، وحصلنا على قبعة مستديرة. يجب أن تكون فتيات بان آم نحيلات في الستينيات، وكن مطالبات بارتداء مشد حول الخصر. لم تكن إيدل ترويد ميلر تعاني من أي مشكلات مع الوزن. تلقيت رسالة فور بدء التدريب على الضيافة الجوية توضح وزني الحالي والحد الأقصى للوزن المسموح. لم يكن من المسموح تجاوز ذلك الحد. لقد كانت المتطلبات صارمة للغاية، ويبلغونك أيضاً أنك في حال لم تكسب الوزن فسيتوقفون عن دفع أجرك، ولن تخرج في رحلة أخرى حتى تكسب الوزن مجدداً. أهلاً، مساء الخير. ما هو اسمك؟ إيلين فوي. لا شك أن المغازلة على متن الطائرة أمر شائع. شكراً. أهلاً بك. لم يكن الأمر إغراءً، كان مجرد دعوة حسنة النية. يمكنك أن تعرف أن الضيوف مهتمون، ويمكنك قبول الدعوة أو رفضها. ستحصل أيضاً على بطاقة عمل، وإذا كانت تحمل رقم أعمال فحسب، فسيخبرك ذلك بكل ما تريد معرفته.
هل سررت بالسفر معنا؟ تؤدي العلاقات الغرامية في بعض الأحيان إلى تعقيدات. لا، لم تكن رحلة طويلة. في كوستاريكا، سان سلفادور، هناك حيث كان أكبر المعجبين، وقفوا في قاعات الفندق وشاهدوا وصول فتيات بان أم. وفي بنما كان هناك أبناء أسر ثرية، وعد أحدهم فتاتين في الوقت نفسه. كان يعلم أنه من المقرر أن تكون صديقته على متن هذه الرحلة، وكان يترقب وصولها بسعادة، ووصلت أخيراً. لكن في الوقت نفسه وصلت الفتاة الأخرى التي كان يواعدها، إذ سافرت على متن تلك الرحلة بعد أن كانت على قائمة الانتظار، وكانت تلك مشكلة حقيقية. شرعت شركة بان آم تبني مقراً جديداً لها في قلب مدينة نيويورك فوق المحطة المركزية الكبيرة. لقد كان العصر الذهبي لشركة الطيران. كان لديها أكثر من مليار دولار في البنك. ارتفع شعار بان آم عالياً في الشارع رقم 42. كان خوان تريب ملك السماء. قال رئيس خطوط بان أمريكان الجوية: هياكلنا الأنبل على عكس الأهرامات، تنشأ ليس لحفظ الموتى ولكن لخدمة الأحياء وللتعبير عن الخيال والحيوية وقوة الشعب الحر. على مدى 35 عاماً كان خوان تريب الشخصية الأبرز في بان آم، فهو يتمتع بالنفوذ والإرادة الذاتية، حتى إنه تشاجر مع الرئيس. طائرة المستقبل، هذا نموذج لطائرة نفاثة تفوق سرعتها سرعة الصوت، تأمل بريطانيا وفرنسا. يرغب تريب في طلب طائرة كونكورد، ما أثار استياء كينيدي. لدى الولايات المتحدة خططها الخاصة بشأن السفر بطائرة نفاثة تفوق سرعة الصوت. لا أعرف لماذا يفعل ذلك، إنه غير مبال بما تفعله الحكومة الأمريكية. يجب عليك الاتصال به وثنيه عن الأمر، أريده أن ينسى ذلك، وإلا فلن نكون قادرين على المضي قدما على الأرجح. وفي النهاية فالتكاليف المرتفعة للمشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة تجعله غير ممكن، كما أن الكونكورد باهظة الثمن بالنسبة إلى شركة بان آم. كان خوان تريب يحلم بطائرة عملاقة، وكان يتصور أن مستقبل بان آم لا نهاية له. كان شعاره طائرات أكبر لركاب أكثر. وهكذا ولدت طائرة بوينغ 747 أو طائرة جامبو. كان يحافظ على صداقة حميمة وشخصية مع رئيس شركة بوينغ بيل ألين. القصة الشهيرة هي أن رئيس شركة بوينغ بيل ألين قال لأبي: إن كنت ستشتريها فسأبنيها. فأجابه أبي: إذا كنت ستبنيها فسأشتريها. وكان ذلك بمثابة أساس لهذه الصداقة للثقة التي امتلكها الاثنان، والتي أنتجت شيئاً كبيراً وهاماً. فلولا وجودهما لما بنيت هذه الطائرة أبداً. ينتظر العالم بفارغ الصبر طائرة بان آم العملاقة. في عام 1969 قدمت شركة بان آم الطائرة الأكبر والأسرع والأكثر راحة في التاريخ، طائرة بوينغ 747 النفاثة الفائقة، والتي يبلغ حجمها حجم سفينة. سوف تقلع من خلال شركة الطيران الأكثر خبرة في العالم. وتذكروا أنهم في البداية لم يكن لديهم أي محركات لها، ولم يكن لديهم ما يكفي من الركاب لملئها. وضعوها في الخدمة وكانت تخرج في رحلات يوماً بعد يوم، وثلاثة أرباع المقاعد فارغة. تتسع هذه الطائرة لأربعمائة راكب أو أكثر، وبتكلفة عالية، والوقود المستخدم لتشغيلها باهظ الثمن للغاية. حين أطلقت الطائرة كان الاقتصاد العالمي يعاني، وكانت أزمة نفطية تلوح في الأفق. ارتكب خوان خطأً آخر في التقدير. درج حلزوني فخم جداً. مرحباً، فهمت الأمر. إنه منزل مستقل في نيويورك؟ ربما يكون سينما. صحيح، هذا رائع. كانت الإعلانات تعد بالفخامة، وهو ليس بالأمر السهل على متن طائرة عملاقة. ف
فجأة لم يعد لدينا 16 أو 20 راكباً من الدرجة الأولى على متن الطائرة مثلما كانت الحال مع طائرة 707. أصبح لدينا الآن 58 راكباً يسافرون على الدرجة الأولى. احتاج الأمر إلى بعض التخطيط. من يعمل في المطبخ؟ كيف أخرج طبق لحم البقر المشوي؟ لأنه لم يعد هناك نوع واحد منه. تسببت طائرة جامبو بمأزق لشركة بان آم، ففي غضون سنوات قليلة تحولت مليارات الدولارات من الأصول إلى مليارات الدولارات من الديون. تقاعد خوان تريب أخيراً. لأربعة عقود قاد شركة بان آم برفقة أصدقاء قدامى مثل تشارلز ليندبرغ. لقد ترك لخلفه مجموعة من الظروف الصعبة. كان تريب على استعداد دائم للمخاطرة، وعادة ما كان على حق، ولكن في هذه المرة، المرة الأخيرة، اتخذ القرار الخاطئ بشأن طائرات جامبو. كانت كارثة مطار تنيريف عام 1977 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص نذير شؤم لشركة بان آم، ولم تتعافى منها أبداً. لعقود من الزمن بقي تريب محبوباً من قبل وسائل الإعلام بصفته رمزاً لعالم الأعمال، ومع ذلك ظل لغزاً للصحافيين. ورغم أن روبرت دالي أجرى معه حوالي 50 مقابلة، إلا أنه لم يكن يعرف شيئاً عن الرجل. كان الرجل واحداً من عمالقة زماني، بل واحداً من عمالقة كل زمان، ولكن كان من الصعب جداً التعامل معه، وكان مملاً. دهشت من أن رجلاً فعل ما فعله يمكن أن يكون مملاً، لكن لقد كانت مقابلته مملة بالفعل. توفي أخوان تريب في 3 أبريل عام 1981. سياسة الانفراج الدولي. منذ مطلع السبعينيات سمح للألمان الغربيين بعبور ألمانيا الشرقية براً للوصول إلى برلين. انخفض عدد الركاب الذين يسافرون عن طريق الفرع الألماني من شركة بان آم. أصبحت الشركة الرائدة في السابق تدريجياً شركة طيران عالمية تحاول توسيع فئتها المستهدفة من خلال الأسعار التنافسية. حسن، الشكوى هذا ما يمكنهم فعله، لكن ماذا تتوقع؟ شطائر حسب الطلب؟ تحدث المضيفات أثناء إعداد قهوتك؟ ستكون محظوظاً إن كان لديهم سيدي؟ قهوة. أشرب؟ بالطبع أشرب شراباً فرنسياً إن كان موجوداً. تفضل. شكراً. موجود بالفعل. تضاءل استخدام خدمة النقل بالطائرة المروحية من مطار جون إف كينيدي إلى مانهاتن تدريجياً، وبدأ الموظفون في مبنى بان آم يشعرون بآثار أزمة شركة الطيران. كان من المحزن العمل في بان آم في الثمانينيات، فقد باعوا مبنى بان آم وسلسلة الفنادق، وأثناء عملي في حجز التذاكر باعوا طرق المحيط الهادئ. بعد بضع سنوات أصبح لوتيتش يعمل متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات في قسم التمويل في الشركة. كنا أول من عرف مقدار المال الذي خسرته بان آم في الشهر السابق آنذاك. لقد كان الأمر محزناً. في الثمانينيات كان المبلغ حوالي مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير في مقاييس تلك الأيام. ولكن الأسوأ كان لم يأتي بعد. في الساعة 6:25 مساءً في 21 ديسمبر 1988 تقلع رحلة بان آم رقم 103 من مطار لندن هيثرو. الوجهة مطار جون إف كينيدي في نيويورك في 7:42 مساءً. اختفت طائرة جامبو عن الرادار في أجواء قرية لوكيربي الإسكتلندية. لقد تعرضت إلى هجوم نفذه إرهابيون ليبيون. مات جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى 11 من سكان البلدة، ليبلغ العدد الإجمالي 270 ضحية. كانت صدمة كبيرة لبان آم.
كنت في مكتب العمليات في المطار حين تلقينا خبراً يفيد بأن رحلة بان آم رقم 103 اختفت عن الرادار. لقد كنت أعمل في نيوجيرسي وفجأة وصلنا الخبر وعم الصمت، ونحن لم نكن نعرف الكثير. وتوجهت إلى مطار جون إف كينيدي لأرى الإعلانات والصحفيين ووسائل الإعلام تتهافت، ولأرى لا تزال تصيبني القشعريرة عندما أتذكر صورة الآباء الذين أعجز حتى عن تخيل ما كان يمر به هؤلاء الآباء نظراً إلى أنني أم. كان أمراً مؤلماً. دائماً ما ساد شعور بالفخر في بان آم لكونها رمزاً لأمريكا، وهذا ما جعلها هدفاً مثالياً للإرهابيين. هل يمكن أن يقع حادث مماثل مجدداً؟ كان من الواضح أن هناك نوعاً من الخوف من السفر على متن طائرة وعبر خطوط جوية تحظى بمثل ذلك التقدير في أنحاء العالم. لقد حلقنا بفخر والعلم الأمريكي على ذيل الطائرة. ستظل تلك الكرة الزرقاء والعلم الأمريكي في قلوبنا دائماً، ولكن كان من الواضح أنه نظراً إلى عدم سفر الناس جواً لم تتمكن الشركة من تحمل الخسائر المستمرة. أعتقد أنه في عام 1990 تقريباً كان من الواضح أن شركة الطيران عاجزة عن الاستمرار. في عام 1991 توقفت أشهر شركة طيران في العالم فخر أمريكا عن العمل إلى الأبد. في استراحة بان آم في برلين ثمة صفوف من الخزائن الشخصية، بعضها لم يفتح منذ أكثر من 3 عقود.